للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب وشكرا. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات نجوم. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا الصابلي بمذاق ديال الشوكولات اللي كيجي رائع وبطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، والآن خليكم مع طريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير، هنايا كنحتاج 250 غرام ديال الزبدة طرية، 150 غرام ديال السكر كلاصي، وهنايا كنضيف 100 غرام ديال النشا أو ميزينا، وكنضيف واحد شويه ديال الملحه، وكنضيف جوج ديال البيضات، ودابا كنخلط كلشي مزيان. منين بعد ما خلص كل شيء مزيان، دابا كنضيف 25 غرام ديال بودرة ديال الكاكاو، وكنضيف 8 غرام ديال خميرة ديال الحلوى. من بعد كنبقى نضيف شوية بشوية بالنسبة للدقيق حتى كنحصل على العجينة اللي كتكون رطبة. ومن بعد ما جمعت العجين ديال الصابلي ديالي، بالنسبه للدقيق فتقريبا مشات لي 450 غرام ديال الدقيق، دائما كيبقى على حسب نوعيه الدقيق اللي نتوما استعملتو. هنا كيف كتشوفوا معايا في العجينه كتكون رطبه. دابا غنعمل العجينه ديالي في البلاستيك الغذائي وغنخليها ترتاح واحد المده ديال 30 دقيقه. بالنسبه اذا كان الجو بارد كنخليوها غير على برا، ولكن اذا كان الجو سخون كنعملوها في الثلاجه. وهنا من بعد ما خليت العجين ديالي حتى ارتاح مزيان، دابا كنطلق العجين ديالي رقيق. بالنسبه اذا كان العجين كيلصق لكم فكتعملوا واحد شويه ديال الدقيق، بالنسبه للعجين فانا كنطلقه رقيق. وهنا من بعد ما طلقت العجين ديالي، هنايا خديت هاد القطعه هذه ديال الصابلي، يمكنكم تاخذوا اي قطعه عندكم، انا هنايا عم نقطع بهذا الشكل هذا. انا من بعد ما قطعت الصابلي ديالي عملته مباشره في لاطا اللي تدخل الفرن، وخديت هاد القطعه هادي. دابا كنقطع الصابلي على هاد الشكل هذا، ودوك الوريدات الصغارين حتى هما كنطيبهم، كنعملهم في واحد الصينيه بوحديتهم وكندخلهم الفرن حتى هما كيطيبوا. هنايا كيف كتشوفوا معايا، فواحده كنقطع على الورده وواحده ما كنقطع على شي، لان بغيت نلصقهم مع بعضيتهم، فغنعملهم على هاد الشكل هذا. بالنسبه لديك الوريده فانا نزين بيها، ودابا كيف شفتوا معايا فغنبقى مستمرة حتى نكمل الحلوة اللي عندي كاملة. ودابا من بعد ما ساليت كندخل الحلوة ديالي الفرن على درجة الحرارة 180 درجة لمدة ديال الطياب تقريبا واحد 10 دقائق، لأن ما كتاخدش الطياب بزاف. هنايا بالنسبة للتزيين، فهنايا خديت 200 غرام ديال الشوكولاتة الأسود،
وضفت عليه ملعقه صغيره ديال الزبده، وغنعملهم يطيبوا في حمام مائي حتى كيدوب معايا الشوكولات. وهنايا من بعد ما طبصب لي كنخليه حتى كيبرد مزيان. بالنسبه للتزيين فكيف كتشوفوا معايا، فانا كناخد شويه ديال الشوكولات الاسود اللي سبق لي وذوبته وكنعملو فوق الصابلي على هذا الشكل هذا. وفديك البلاصه ديال الشوكولات كنعمل ديك الوريدات اللي سبق لي وحضرتهم وكنثبتهم مزيان فوق داك الشوكولات اللي عملت. ودابا من بعد ما ساليت كناخد سكر كلاصي وكنرش على الصابلي على هذا الشكل هذا. وهنا باش نكمل التزيين ديالي، هنايا خديت كناخد الصابلي وكندهنو بالشوكولاط اللي سبق لي وذوبته. بالنسبه لهاد الشوكولاط هذا فكيجي بحال كريمه، يمكن لكم تستعملوه بهذه الطريقه هذه، يمكن لكم تعملوه يعني يدوب عادي غير بشويه ديال الزيت، او يمكن لكم ايضا تستعملوا الشوكولاط ديال الدهن. هنايا كناخد صابلي كندهنو بشويه ديال الشوكولاط، وكناخد صابلي اللي سبق لي وزينته بالسكر كلاصي والوريده وكنثبتهم على الصابلي الاول على هذا الشكل هذا، وكنحصل على هذه الحلوه اللي كتجي كيف شفتوا كتجي رائعه في المنظر ديالها، وبالطريقه اللي هي سهله وبسيطه، وكنبقى مستمره حتى كنكمل الصابلي اللي عندي كامل. وهنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت كنقدم الصابلي ديالي على هذا الشكل هذا كيف شفتوا، فهي الطريقه سهله وبسيطه يعني ما فيهاش شي تعقيدات باش نحضروا الصابلي بمذاق ديال الشوكولات اللي كيجي رائع. كنتمنى تجربوه، كنتمنى ايضا اذا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تنساوش تعملوا الاعجاب وايضا تشاركوا الفيديوهات ديالنا مع الاصدقاء ديالكم. والان خليكم على خير، بسلام عليكم. للمشاركة في القناة اضغط على زر الاشتراك ثم على الجرس لتتوصل بكل جديد، وإذا أعجبك الفيديو اضغط على الإعجاب، وشكرا.